اسمه سعد بن مالك بن أهيب، وجده أهيب وهو عم السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة، شهد بدرا والحديبة، وهو من الستة من أهل الشورى رضي الله عنهم وأرضاه. السؤال الآخر يقول: مولده، متى ولد سعد بن أبي وقاص؟ وأين نشأ؟ وما هو عمله؟ سيد سعد بن وقاص ولد رضي الله عنه في مكة سنة 23 قبل الهجرة، نشأ في قريش. أما عمله فكان يعمل في بري السهام وصناعة القسي أي القوس، وهذا عمل قد أهل سيدنا سعد رضي الله عنه لتعلم الرمي وإتقانه، فكان من أمهر الرماة رضي الله عنه في الجاهلية وفي الإسلام. إسلامه، دخل الإسلام وهو ابن 17 سنة، وكان إسلامه مبكر وهو من السابقين في الإسلام، أسلم على يد أبو بكر الصديق، ولم يسبقه في الإسلام أحد إلا أبو بكر وعمر وزيد بن حارثة وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنهم أجمعين. أيضا سيد سعد انضم إلى أهل الصفة، ومنهم أهل الصفة. عندما هاجر سعد بن أبي وقاص إلى المدينة نزل الصفة، وهي مكان في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان يأوي إليها فقراء المسلمين ممن ليس لهم مأوى من المهاجرين، فأصحاب الصفة كانوا أعظم الصحابة إيمانا وجهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرا لله ورسوله، وكان جل عملهم تعلم القرآن والأحكام الشرعية رضي الله عنهم جميعا. ما سبب إجابة دعوته؟ كان سيدنا سعد إذا دعا الله تعالى بأي دعوة أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يكون سعد وجاب الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سعد: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان إذا رمى سيدنا سعد بالقوس لا يخطئ، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته. السؤال الآخر في درس سيدنا سعد بن وقاص تحدث عن مكانة سعد القتالي. نقول أن سعد أدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قول النبي: ألا إن القوة الرمي، فأصبح الهدف من صناعة القسي وهو عمله نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله، فكان رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان ذلك في سرية بعثها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث افتداه بأبويه وأمه يوم أحد، فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذه من مناقب وفضائل سيدنا سعد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه في الفداء لأحد سواه، وكان سعد يفتخر بهذه الكلمة طوال حياته، أي أن الرسول كان يقول لشخص معين: فداك أبي وفداك أمي، إلا أنه قال لسعد: فداك أبي وأمي، أي أنه جمع لسعد الفداء بأبويه صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر في درس سعد بن وقاص: ما المعركة التي قادها سعد رضي الله عنه وانتصر بها؟ نقول أن المعركة هي معركة القادسية التي خرج إليها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان على رأس 30,000 مقاتل مقابل الفرس المجتمعين 100,000 مقاتل بقيادة رستم، ومعهم الفيرة الضخمة، إلا أن سيدنا سعد استعان بالله وبخبرته القتالية فنصره الله سبحانه وتعالى على الفرس في هذه المعركة التي سطرها التاريخ، وكانت نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. السؤال الآخر في درس سعد تحدث عن وفاته رضي الله عنه. لما احتضر سعد رضي الله عنه دعا بخلق جبة صوف، لأن كان عنده جبة قديمة من الصوف، قال: كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم. أراد أن يكفن بهذه الجبة التي شهد بها بدر وكانت شاهدا على قتاله وبطولته ضد الكفار. كانت وفاته سنة 55 هجري، دفن بالبقيع رضي الله عنه وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله.